تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، تواصلت فعاليات بطولة كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لسباقات القدرة التي ينظمها الاتحاد الملكي في قرية البحرين الدولية للقدرة. وشهدت القرية إقامة سباق 100 كيلومتر دولي للعموم وسباق 80 كيلومتر تأهيلي بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن بطولة كأس جلالة الملك المفدى لسباقات القدرة علامة مضيئة في سباقات القدرة البحرينية، حيث تحمل اسم جلالته حفظه الله ورعاه. وأوضح سمو الشيخ ناصر أن إقامة سلسلة من السباقات المتنوعة يهدف إلى مشاركة أكبر عدد من الفرسان والصبلات لتهيئة الأجواء المثالية لهم وتأكيد ريادة القدرة البحرينية، حيث تعتبر البطولة أهم مسابقات القدرة في الموسم، والجميع يسعى لتقديم أفضل مستويات والصعود على منصة التتويج. وشهد سباق 100 كيلومتر مشاركة سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة، واستطاع سموه أن ينهي السباق بنجاح، كما شهد السباق مشاركة واسعة من الفرسان والصبلات. هذا وسيكون عشاق رياضة القدرة على موعد مع إقامة بطولة كأس الملك لمسافة 120 كيلومتر للناشئين والشباب ومسافة 120 كيلومتر دولي للعموم، إضافة إلى السباق العائلي للأنجال لمسافة 20 كيلومتر يوم الجمعة، على أن تقام يوم السبت بطولة كأس الملك لمسافة 160 كيلومتر.